antibody mediated rejection. يعني نسميه ايه؟ chronic active antibody mediated rejection. يعني في داتا الكريتيريا بتاعت chronic stage, chronic state, chronic rejection ومعاها كمان antibody. يبقى chronic active antibody mediated rejection بلاقي chronic vascular changes زائد vascular inflammatory infiltrates ماشي؟ أو زائد الإيه الحاجات دي؟ هنقولهم بالظبط. هنا الكرونيك تشينجز عبارة عن إيه؟ الجلوميرولاي ألاقي ترانسبلانت جلوميرولاي. البريتيبيولار كابيلاريز ألاقيها سي. سي البيزنس بتاعها يبقى مالتي لير. مودريت مايكروفاسكولار انفلاميشن هنلاقي حاجة مودريت حاجة بسيطة وجلوميرولايتس بريتيبيولار كابيلاريتس عشان هي إيه جزء من ده. قلنا ان في عندي ايه؟ انتي بودي ميديت ريجكشن اون توب اوف ذا كرونيك تشينجز. البلوك فيزلز الاقي فيها كرونيك ريجكشن وممكن الاقي فيها شويه انفلاماتوري انتجريت زي ايه؟ زي الفاسكولايتس. يبقى الحاله دي اللي هي كرونيك اكتف انتي بودي ميديت ريجكشن عباره عن كرونيك ريجكشن عادي هنقوله دلوقتي ومعاها الكرايتيريا بتاعت ايه؟ الانتي بودي ميديت اللي احنا قلناها. ايه الكريتيريا بتاع الانتي بودي ميديتد ريجكشن؟ نيجي للجلوميرولار كابيلاريز في الايرلي بقى تشينجز في الجلوميرولار كابيلاريز ايرلي اندوثيليال تشينجز دي بتسبق الايه الترانسبلانت جلوميرولوباسي اللي هو الكرونيك تشينجز في الجلوميرولار. اندوثيليال سيل سويلينج ويز فابولايزيشن لوس اوف فينستريشن مش عارفين الاندوثيليال السيتوبلازم بتاعه بقى فيه فينستريشن هنلاقيها لوس. هلاقي ممكن sub endothelial electron lucent widening هلاقي duplication of the glomerular of the basement membrane دي مش glomerular of endothelial basement membrane ها ممكن يوصل من ايه develop post-transplant engrafts that develop transplant glomerulopathy بعد ايه من 2 الى 5 years. هو endothelial basement membrane هو glomerular basement membrane لا خلينا ايه انا بتكلم على الكابيلاري بيزنس ممبرين وهنا كلام الجلوميرولر. الكلام عن الاول بيقول الايرلي تشينج في الكرونيك جلوميرولر كابيلاريز. جلوميرولر كابيلاريز دي الكابيلاري بتاعت ايه الجلوميرولر. بنقول اول حاجه الاندوثيريال تشينجز بتسبق الايه الكرونيك تشينجز اللي هي ويل سيدنت. بلاقي الاندوثيريال سيتوبلازم سوولن وما بلاقيش الفينستريشنز موجوده and loss of fenestrations. يبقى ديت ايه؟ اول very early stage في transplant glomerulopathy. خلاص؟ early change ايه؟ ها؟ early change ايه؟ الكرونيك؟ الكرونيك احنا بنتكلم على الكرونيك ايه؟ rejection دلوقتي عشان احط عليه الداتا بتاعت الانتي بودي ميديتد. يبقى انا عندي ايه؟ انتي بودي ميديتد ايه او كرونيك اكتف انتي بودي ميديتد rejection. خلاص؟ ومعلش ال chronic glomerulopathy ده يعني عبارة عن ايه؟ ال chronic change هتشمل peritubular capillaries هتشمل الأنفس والانترستيشن. chronic change هتشمل كل دول هتديني الصورة بتاعت chronic rejection. فاحنا بادئين نتكلم على ايه؟ على ال glomerulopathy. فهنا ادي ال كبت ايمان في هولي بيت بنقول ان الكرونيك ريجكشن بيدينا ده عباره عن ايه؟ variable combinations of lesions حاجات في الجلوميرولاي هي كرونيك ترانسبلانت جلوميرولوكس. ممكن الجلوميرولاي تبقى شرانك انه اسكيميك ادي اسكيميك جلوميرولوكس. انترستيشيال فايبروز تيوبيولز يحصل فيها اتروفي. البلود فيزلز في عندي arteriosclerosis في arteriolar hyalinosis. هنا سيكنك في الايه في الهول بتاع الارترس والارتريولز ممكن يحصل فيها hyalinosis. splitting and multilayering of the intertubular capillary basement membrane. ناخد بالنا بقى من الاختصارات دي لان ده اللي بيتكتب في البامب في الاخر. يعني عندي glomerular lesion في الاكيوت اللي هي glomerulopathy بقول جي واكتب السكور بتاعها ماشي. بي peritubular capillaries بي تي سي يعني peritubular capillaries. الفيزلز V لوحدها ماشي.
هنا الانترسيشن والاي انترسيشن انفيلتريت مثلا تيوبولايتس بقول تي بس الكرونيك تشينج بحط قبلها ايه سي يبقى دي الكرونيك جلوميرولر تشينجز هنا ايه الكرونيك انترسيشن تشينجز كرونيك تيوبولار تشينجز كرونيك فاسكولار تشينجز هنا ارتيريولر هايلينوز يبقى الاختصارات ديت لازم اعود عيني عليها ونبقى عارفينها والنيفرولوجيست لازم التقرير بيجي لهم في الاخر خالص ورا بعضيهم مخصوصين كده الاي كذا الجي كذا الفي كذا يعني السكور بتاع كل حاجه وبعد كده السي سكورز قبلها سي يعني كرونيك ايه سكورز وفي الاخر نقول ده بامف واحد ولا اثنين ولا كده يبقى ده السكور بتاعنا كلنا لازم نتكلم ايه نفس اللغه دي. فنقول بقى اول حاجه في الكرونيك ديجكشن كرونيك ترانسبلانت جلوميرولوباسي كلينيكالي اتس يوجوالي اسوشيتد وذ ماركت بروتينوريا يبقى العيان اللي زارع ده ما يجيله ماركت بروتينوريا ما اقولش ده ايه ده جلوبال فرايز لازم افكر في ترانسبلانت جلوميرولوباسي لانه بيدي سيفير بروتينوريا يبقى بيجيله ماركت بروتينوريا ممكن يخش في نفروتك سندروم معلومه مهمه جدا لازم نكون عارفينها. مايكروسكوبيكالي في سبيكترم اوف تشينجز في الايه في الجلوميرولر كابيلاريز بلاقي او الجلوميرولاس بقى الميزانجل ماتريكس اكسبانشن وزاوت انكريز ان سيلز هنا ما عنديش هايبرسيلاريتي خالص. البيزمنت ممبرين سيكنينج وستابل كونتورد ابييرنس. This is regarded as the most specific change. الدبل كونتورد ابييرنس ده هو الموست سبيسيفيك تشينج ما اقولش عليها ممبرين بروليفراتيف انا ما عنديش هنا بروليفريشن ولا اميون ديبوزيتس ده دي كرونيك تشينجز. بريفرال ميزانجل انتربوزيشن ممكن الاقي ميزانجل انتربوزيشن. فوكال سيجمنتال سكليروزس از سمتايمز بريزنت بعض الجزء من الضغط يبقى سكليروتك. ان اكستريملي سيفير دامج بلاقي سودو انيوريزم يعني ماركت ايه دايليتيشن للكابيلاريز. يبقى انا بلاقي جلوميرولس دي الاقي فيها ايه؟ سيك بيزمنت ممبرين ميزانجل اكسبانشن هل في هايبر سيلاريتي؟ لا مفيش هايبر سيلاريتي الحته دي بدات تدي زي ايه؟ طب الكونتور ده ماشي ممكن اقول لازم تعمل كل حاجه ايه المانع انها تبقى ممبرنس في حاله ايه؟ جراف بس التشينجز في هنا مش هوموجينس ما هياش زي الممبرنس المساويه في كله يعني ممكن دي الممبرنس هجيبها واضحه عشان اشرح عليها لكن بلاقيها متفاوته مش زي اليونيفورمتي بتاعت ايه؟ بتاعت الممبرنس. ده ايه؟ دبل كونتورد ابييرنس اهوت طيب دي ايه؟ انيوريزما دايليتيشن الكابيلاريز انيوريزما دي دايليتيشن هنا دبل كونتورد طبعا الصوره دي مش بتاعت الممبرنس لا هي فيها سيلولاريتي كتير اقول عليها ممبرين بروليفراتيف ولا هي يونيفورم اقول عليها ممبرنس وما فيش سبايكس ها ولا فابيلايزيشن ولا حاجه. ريزيستنت فرايتي هنا ادي الاندوثيليوم وتحتيه ايه؟ وعندنا ايه؟ فلافي ماتيريال حته فاضيه كده فلافي ماتيريال تحت ايه؟ تحت الاندوثيليوم ده سبب الايه؟ الدبل كونتورد ابييرنس. دي الصوره اللي كانت على الكتاب بتاع الورك شوب اللي عملناه في الاسم اول مره خالص. انا الحاله دي عملتها في الزقازيق كنا بنشوف نفحص الالكتروميكروسكوب في الزقازيق. فهنا انا عندي شوف هنا السولن ده اندوثيليوم كل ده الاندوثيليوم السولن قد ايه؟ مش باين فيه اي فينستريشنز ولا حاجه وبعد كده ده ايه هنا؟ الاريا اللي هي الفلافي ماتيريال تحت الايه؟ تحت الاندوثيليا وهنا البيزمنت ممبرين شايفين المسافه دي كلها؟ ده سبب ايه؟ الدبل كونتورد ابييرنس ممكن الاقي فيه بعض الدبلز ممكن الاقي بعض البليتلتس نرجع تاني نقرا تاني الايه؟ الحاجات اللي احنا عديناها يبقى بنقول ده بنسميه ترانسبلانت جلوميرولوكس ترانسبلانت جلوميرولوكسي بلاقي ميزانجل ماتريكس اكسبانشن وزود انكريز ان سيلز بيزمنت ممبرين سيكنينج وزود كونتورز
This is regarded as the most specific change, machine, peripheral mesangial interposition, focal segmental sclerosis is sometimes present, in extremely severe damage ممكن الاقي pseudo aneurysm. Endothelial cells فيها ايه زي ما احنا شفناها hypertrophy with arcade formations and loss of the normal fenestrations. Ectopic location of the endothelial cell nuclei. المفروض النيوكليا بتاع endothelial cells موجودة في ناحية ايه؟ الميزانجل. ناحية الميزانجل. الاقيها على البريفري. اللي هي رحلت بقت ايه رحت عند البريفري. They are normal present towards the mesangial side. Foamy cells في الاندوثيليوم في الاندوثيليوم ممكن. And mesangial origin are observed. يعني ممكن الاقي الميزانجل سيلز او الاندوثيليال سيلز الاقي فيها ايه؟ foamy vascularization. The transplanted glomerulopathy that defined as presence of glomerular peripheral capillary loop duplication observed وبشوفها بستخدم الـ البوست ستين بستخدم السيلفر ستين وفي الـ very early لما بستخدم الالكترو مايكروسكوب لان احنا هنشوف السكورينج بتعمل دلوقتي هيبقى ازاي. السودو انيوريزم ده عباره عن ان الدايمتر اوف ذا افكتد لوب از انلارجد از ماتش از 10 تايمز ذا نورمال. ذا لومن اوف ذا لوب از ماتش ايه نارود. It is due to maximally thickened lamina rara interna and the presence of central lumen excluded that is a it is true يعني يقصد يقول ان الانيوريزم ده ممكن يكون سببه ان ده marked dilatation في السب endothelial area. السب endothelium هو ال widened قوي عامل pseudo aneurysm بيقول عليه aneurysm سميه pseudo aneurysm. نيجي للسكورينج بتاع ترانسبلانت جلوميرولوبس. سكورينج بقى زيرو لو ما فيش دبل كونتور تبقى هياخد الدبل كونتور ابيرنس ده از انديكيتور لايه؟ لترانسبلانت جلوميرولوبس. زيرو لو ما انا ما عنديش ايه دبل كونتور تبقى لايت مايكروسكوب اور اميونو ايه اور الكترو مايكروسكوب. طيب كرونيك جي 1 سي جي 1 الكرونيك جلوميرولر تشينجز اهيت 1 دي اقسمها ل 1 اي و 1 بي. 1 اي لو انا مش شايفه اي حاجه باللايت مايكروسكوب خلاص مفيش فيها ترانسبلانت جلوميرولوبس. لكن لو انا قدرت اشوفها ما شفتهاش باللايت مايكروسكوب يبقى لازم اعمل الكترو مايكروسكوب. لازم اعمل الكترو مايكروسكوب. يبقى 1 بي اكتر من 1 كابيلاري ويز جلوميرولا بيزمنت ممبرين دبل كونتورز. بس اكون ببحث جلوميرولاس ما هياش سكليروتك النون سكليروتك جلوميرولاس باللايت مايكروسكوب. والالكترو مايكروسكوب كونفرميشن از ريكومندد اف افيلبل. يعني انا لو ما لقيتش دبل كونتورز باللايت مايكروسكوب بحصر الالكترو مايكروسكوب ولقيت يا دوب حتى واحده يبقى خلاص هو موجود بس هديها ايه 1 بي. ده السكور بتاعنا. معلش مش انا لما اجي اعمل الالكترو بقى ما لقيتش يعني لو انا لقيت ديبوزيتس بريفري بدل الكونتور بتاعي لو لقيت ايه؟ يعني افترض ان انا شفت دبل كونتور باللايت او بالسيلفر ستين وبعد كده جيت اعمل الكترون لقيت ان في ديبوزيتس خلاص تدي جلوبر فرانس يبقى دي مش الترانسبلانت جلوبر لوك. طب ايه اللي يمنع ان انا الاقي الاثنين مع بعض؟ كيف تفكير ربنا؟ طب ايش انا دي فرانس وفي لي فرانس؟ طب معلش اصل حضرتك في سلايد كده مكتوب كانت في سلايد عارف كده اللي هي فهو ده بنقول ايه؟ نقول الجلوميرال بريفيرال كابيلاري لوب دوبليكيشن اوبزرفد لو انا شفتها بالباس ستيل او بالسيلفر ستيل ها؟ اند ابسنس اوف سيجنيفيكانت اميون كومبلكس ديبوزيتس الونج كابيلاري وولز باي اميون فلورسنس او الكترو مايكروسكوب. يعني عايز يقول ان الدبل كونتور ابيرنس ده ماشي ده الموضوع ده كده ده ما هوش سببه اميون كومبلكسز انا شفتها بالالكترو اشوفها بقى بالالكترو مايكروسكوب ده هي زي الفلافي ماتيريال دي. عايز اقول ان مش اي دبل كونتور اشوفها بالباس ستين في حاله كرونيك ديجكشن ماشي اعتبرها ترانسبلانت جلوميرولوباسي. لا انا اتاكد ان هي ما هياش ايه بعمل ايه الفلورسنس واعمل الالكترو مايكروسكوب اتاكد ان دي مش اميون ديبوزيت. يعني طبعا احنا شايفين الليتشر بتاعتها هنا غير ايه ما هياش جلوميرولار فرايز دي كرونيك ريجكشن. طيب بقيه السكورينج بتاعنا لو قلنا السكورينج 1 ايه لو انا ايه الدبل كونتور ابيرنس ده ما انا مش شايف حاجه خالص باللايت مايكروسكوب
جلوميرولاي شكلها عادي، الجلوميرولاي لقيت فيها ولو 1 جلوميرولس بالالكتروميكروسكوب خلاص يبقى ديت دخلت في الايه؟ ليه بقى ليه هو مهم رغم ان الكميه بسيطه هنا واحده وبالالكتروميكروسكوب؟ معناها ان الكيدني دي في طريقها للايه؟ للكرونيك ريجكشن. طيب سكور 2 لو لقي دبل كونتور افكتنج 26 الى 50% of peripheral capillary loops in the mostly affected non-sclerotic glomeruli. يعني ال non-sclerotic glomeruli لقيت فيهم ايه؟ الدبل كونتور ابييرنس ان الجلوميرولاي فيها ربعها كده ها الكافت ربع الكافت افكتد بالدبل كونتور ابييرنس بالذات اجي لاكتر واحده واشوفها ايه اخبارها ايه. لو عندي دبل كونتور افكتد اكتر من 50% اوف بريفيرال كابيلاري لوبس ان ذا موست افكتد نون سكليروتيك الجلوميرولاي معظمها واخده زي اللي فاتت دي دبل كونتور ابييرنس يبقى ديت ايه كلاس 3. اسكيميك جلوميرولوباسي احنا قلنا من الحاجات اللي احنا بنلاقيها التشينجز في الترانس في الكرونيك في الكرونيك ريجكشن قلنا ترانس بلانت جلوميرولوباسي شرحناه وقلنا السكور بتاعه. تاني حاجة بقى ايه ان الاقي اسكيميك جلوميرولوباسي اسكيميك جلوميرولوباسي بيبان شكلها ايه؟ لاي تافت ايه شانكل في حته من الايه والبيزمنت تمبرين والبومنز سبيس وايدن لان التافت سابت كل المكان بتاعها وبقت ايه الشانكل في مكان قليل. يبقى اسكيميك جلوميرولاي بلاقي سيكنينج ورينكلينج اند كولابس اوف ذا كابيلاري وولز. حد يقول لي دي كولابسنج الجلوميرولوباسي؟ ليه؟ معها ايه؟ بيترال ميثيليال سيلز ايه؟ بروليفريشن. يبقى رينكلينج اند كولابس اوف جلوميرال كابيلاري وولز مي بي سيكولا اوف ديفيوز ارتيريال اكلوجن. ده اسكيميا يعني بلاد مش ما عندهاش بلاد سبلاي كفايه. يعني اي حاجه فيها شورتج بلاد سبلاي على طول الضغط يحصل لها كده. طيب هنا ديت بقى ايه؟ ديت دي ار ديزيز مش كده؟ ودي هنا تيوبيول وهنا تيوبيول. ده جزء من التيوبيول بيزن تمبرين بتاع التيوبيول اهو ودي الكابيلاري المسيليم بتاع الكابيلاري ماشي. طب ايه اللي عرفني ان دي تيوبيول ودي تيوبيول؟ براش بوردر ده في اليومن. انا هنا البيزن تمبرين يعني ده البيز بتاع التيوبيول يعني قرب البيزن تمبرين. انا مش شايفه اي يومن هنا عشان اقول براش بوردر. اللاترال بوردر بتاع التيوبيولار سيلز بتبقى متداخله عامل سيسترني بتبقى متداخله مع بعضيها. يعني السيل ممبرين خليه من خليه الاقي شوف قد عامل ازاي؟ متداخلين مع بعض بيزود السيرفس اريا مفيش حرف بالالكتروميكروسكوب الاقيه خط كده يبعد ايه؟ يميز خليه عن خليه. فدي السيسترني بتاعت اللاترال بوردر. المهم ان ده التيوبيولار بيزمنت ممبرين وهنا التيوبيولار بيزمنت ممبرين اهو ودي هنا الاندوثيليوم بتاع الايه بتاع الكابيلاري وحواليها البيزن تمبرين بتاعها. شايفين اللي انا ماشي عليه ده الايه الكابيلاري تيوبولار كابيلاري بيزن تمبرين ده النورمال ده النورمال. نيجي هنا الاقي ايه دي كابيلاري اهي بيري تيوبولار كابيلاري خلاص. ده المفروض هنا البيزن تمبرين لقيته هنا ايه لاميليت فده سيجمنتال لاميليشن. طب هنا اللاميليشن اهو شايفين كام لير؟ ليه بيهتموا بده؟ لان ده من الفيري ايرلي ساينز اوف كرونيك ريجكشن. يعني لما يشوف ده يقول لك ده دي خلاص هتدخل هتبقى ريجكت فيها كرونيك ريجكشن. فبلاقي لاميليشن اوف ذا بيري تيوبولار كابيلاري بيزمنت ممبرين. شايفين هنا بقى عامل ازاي؟ ماركت لاميليشن وفي سويلنج هنا للابسيليا وماركت لاميليشن اند سيكنينج اوف ذا بيزمنت ممبرين. شايفين دي؟ حتى هما كمان بيعدوا اللايرز بتاعت اللاميلي بالارقام المهمه يقول لك دي خمسه اكتر من خمسه اكتر من سته لايرز
ده بيحسب بيها الديجري اوف ايه اوف كرونيسي هنا اكتر من خمسه الى ايه الى سته لايرز ده بيزن بين خمسه سته لايرز الحته اللي فيها السهم دي ده الانتوسيليال سيلز وهنا السيكن اللي في البيزن كومبرين واللاميليشن بتاعه ايه رايك دي؟ طبعا ده يبان بايه؟ بالالكترو ميكروسكوب مش هيبان قوي باللايف ميكروسكوب عندنا عشان نعرف بالظبط عدد اللايرز وكده يبقى ده بايه؟ بالالكترو ميكروسكوب يبقى احنا قلنا التشينجز اللي بتحصل في الكرونيك ريجكشن في الجلوميرولاي قلنا التشينجز اللي بتحصل في البيريتيوبولار كابيلاريز كرونيك تشينجز بتاعتها نيجي لايه؟ للانتريولز كرونيك ايه؟ ريجكشن اند انتريو سكيلوز The intima shows pronounced concentric fibrous handshake أو صورة وبعد كده نكمل الإيه؟ بلاقي هنا إيه؟ الإنتيما تيم إنتيما ماركت فايبرو إنتيما سيكينج في الديب إنتيما بلاقي فومي سيلز إنفلتريشن فومي سيلز في ديب إنتيما بعد كده بنلاقي نيو إنتيما بتتكون هنا بقى نيو نيو نيو